اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين، يا رب تكونوا كده بألف خير. النهارده حبايبي كده هنعمل ايه؟ هنعمل فراخ ما شاء الله كده، هنسلقها وهندخلها الفرن كده تحت الشوايه تاخد لون زي ما انتم شايفينه معايا. هنعمل كده شويه لوبيا معانا، شايفين الشوربه ما شاء الله جميله ازاي، حاجه ما شاء الله، شوربه رايقه وجميله وتحفه. اقول لكم على اسرار الزيت، الشوربه تطلع معاكم زي ما انتم شايفين كده رايقه وحلوه. شايفين الفراخ ما شاء الله ولونها الجميل، حاجه كده عسل. انا جيت اقطع من ناحيه دي، قطعت من ناحيه العظمه، ما كانتش ايه راضيه تتقطع معايا زي ما انتم شايفين كده معايا حبيب قلبي. البداية كده هنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. دي بقى الحشوة اللي تحت الجلد اللي طلعت في المعلقة دي، الحشوة اللي تحت الجلد. في البداية بقول لحضراتكم، بتمنى من حضراتكم ده فضلا وليس أمرا، انكم تدوسوا اللايك. يا ريت تدوسوا اللايك حبايبي، في مشاهدات بتجيلي بس اللايك لأ. يعني في ناس كتير بتشاهد الفيديو، وانت بتشاهد الفيديو حبيبة قلبي دوسي لايك بعد اذن حضراتكم فضلا وليس امرا حبايبي. انا كم مره اقول لحضراتكم، انا بدخل عند اي متابعه عندي وبشاهد لها الفيديو كامل وبدوس لايك. فزي ما انا بشاهد بصدق عند حضراتكم وبدوس لايك بصدق، دوسوا لايك عندي وشاهدوا بصدق. زي ما انتم شايفين معايا كده، معايا فرخه هنا ما شاء الله حبيب قلبي، غسلتها كويس جدا بقى ونقعتها في محلول نقع، ملح وسكر وشويه كده من وشويه دقيق، بنقع في دقيق عشان بتبقى كويسه قوي. جبت بصلايه كده زي ما انتم شايفين معايا، نزلت البصلايه كده حطيت عليها شويه ملح صغيرين وشويه فلفل اسود، حشيت الفرخه زي ما انتم شايفين معايا حبيب قلبي. بعد ما حشيتها بقى بين الجلد واللحمه كده وبين الفخاد او الوراك، هروح كده على النار، معايا حلة على النار زي ما انتوا شايفينها معايا حبايبي. هنزل بيها البصلة كده ترنشات. البصلة بقى اللي انا حطيتها تحت الجلد بتاع صدر الفرخة ده جميل قوي، بتخلي الفرخة طعمها حلو قوي. بسيبها تتبل فيها شوية، قيمة ربع ساعة، ربع ساعة على ما اجهز اي اكل جنبها ولا حاجة، وبعد كده هشوحها. نزلت البصلة كده قطعتها حلقات زي ما انتوا شايفين معايا، وفك الحلقات من بعضها حبايبي، لازم تفكوا الحلقات من بعضها كده زي ما انتم شايفين معايا، اللي بقى بتدي طعم حلو قوي قوي للفرخه. بعد كده هنزل بالفرخه بعد ما كتفتها كده او قفلتها، هنزل بايه؟ هنزل بيها اشوحها على الجنب، على الظهر ده شويه وعلى الجنب ده شويه، هشوحها من كل ناحيه. عايز تدوسلي او تحطها في ميه على طول، بس بصراحه بشوحها كده بتبقى جميله قوي طعمها حلو. حطيت كده معلقه صغيره خالص من الفلفل الاسود، بعد كده نزلت بنص معلقه صغيره من القرفه، القرفه الناعمه اللي بقى بتشيل الزفاره خالص من الفراخ، وما بتلاقيش اي ريحه خالص في الفراخ، زفاره نهائي ما شاء الله. في اللحمه بعتمدها برضو القرفه، او في الكفته او في الحواوشي او في الفراخ ما شاء الله، وفي البط برضو. هقلب كده زي ما انتم شايفين معايا ما شاء الله، وهسيبها تتشوح بقى كده مع نفسها شويه، وهغطي عليها وهنرجع تاني نشوفها حبيب قلبي. ما شاء الله ما شاء الله، حاجة جميلة جميلة جميلة. انا بشكر كل المتابعين اللي دخلوا عندي جداد في القناة، بشكركم جدا جدا، وبشكر كل مشاهدة شاهدت فيديو ليا او مشاهد، بشكركم جدا جدا. وياريت حبيبي تدوسوا اللايك، وياريت الريم بقى ده يا حبيب قلبي لازم تشتلوه خالص من الفراخ، لازم، عشان الشوربه تبقى رايقه وجميله. زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، الشوربه تبقى رايقه وصفرة وجميله، لازم تشيلوا الريم. الريم ده بيعمل زفره للشوربه، وفي نفس الوقت بيخلي الشوربه سوده. زي ما انتم شايفين معايا كده، هدخل بعد ما سلقت كده الفرخه معايا، ادخلها كده الفرن تحت الشوايه تاخد لون معايا. جبت معلقتين كده من الصلصه، حطيت معلقه صغيره خالص من الفلفل الاسود، وشويه دقه كده صغننين، ومعلقه كده من الزيت، هقلبهم كده مع بعض ما شاء الله، هقلبهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين معايا حبايبي. وبعد كده هدهن بقى بيهم الفرخه من كل ناحيه، عشان ادخلها تحت الشوايه تاخد لون وتتحمر معايا، عشان هتطلع بالمنظر اللي انتم شفتوه حبايبي معايا اول الفيديو. لا فضلا وليس امرا، بتمنى من حضراتكم انكم تدوسوا اللايك. صلوا على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله.
بعد كده زي ما انتم شايفين معايا الجلد واللحمه، ده بين الجلد اللي حضراتكم شايفينه ده واللحم البصل انا حاشياه تحتها بالظبط، تحس ان اللون مسود شويه بس ده البصل محشي تحت الجلد ده زي ما انتم شايفين معايا. هدي هنا كده عشان تحمر معايا حبايبي تحت الشوايه، ما شاء الله. عايزين تحمروها براحتكم خالص في الزيت، بس يعني يستحسن انكم تحمروها في الفرن كده تحت الشواية عشان الزيوت والجو حر طبعا حبايبي، ما شاء الله. جربوها كده، الطريقة دي جميلة جدا جدا، والتتبيلة اللي انا حطيتها في الفراخ دي البصلاية اللي انا دعكتها بملح وفلفل اسود وذرة صغيرة من الكمون، ما شاء الله ادت طعم حلو قوي قوي للفراخ، خلت الطعم تحفة ما شاء الله. زي ما انتم شايفين معايا كده الاكل خلص معايا، انا مرضيش اطول عليكم لان كنت عامله معاكم قبل كده اللوبيا، كنت عاملاها معاكم قبل كده ما حبيتش اطول عليكم. عملت بقى شويه رز زي ما انتم شايفين كده حبايبي، المره دي بقى قلت اغير بلاش رز بالشعريه، عملت شويه رز ابيض، شايفين الشوربه ما شاء الله جميله جميله جميله، حاجه كده عسل ما شاء الله. شايفين الفرخه ما شاء الله بالف هنا وصحه يا رب اللي ياكل. الشوربه زي ما قلت لحضراتكم اهم حاجه، عشان الشوربه تطلع معاكي باللون الجميل ده واللون الرايق الحلو الاصفر ده لازم 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 تعملوا ايه، لازم نشيل الريم حبايب قلبي علشان تبقى رايقه معايا زي ما انتم شايفينها كده حبايبي، ما شاء الله ما شاء الله حاجه كده عسل. شايفين الفرخه بقى ما شاء الله اللي تحت الجلد ده، البصل الحشوه، شايفين اللحمه ما شاء الله جميله، لحم الفرخه حاجه كده ما شاء الله زي الفل. ده بقى البصله اللي انا حشيت بيها تحت الجلد بين الجلد واللحم زي ما قلت لحضراتكم، بألف هنا وشفا يا رب للي ياكل ما شاء الله. قولوا لي رايكم يا حبايبي في الكومنتات، قلت اعملها معاكم كده، عملتها مشويه كتير كم مره، عملتها في صينيه بطاطس فانا قلت اغير وانوع شويه، ما شاء الله حاجه جميله جدا جدا وروعه. يا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وبتمنى من حضراتكم انكم تدوسوا اللايك ده فضلا وليس امرا يا اغلى اخوات في الدنيا. يا رب كده تكونوا بالف خير، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، واشوفكم على الف خير حبايبي.